باتنا الآن أين عاد هاجس الخوف من مآسي اختطاف الأطفال ليصنع يوميات الجزائريين. ففي سابقة استطاع سكان حي وادي الديس بقلب مدينة باتنا من تحرير طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، حاول أحد المرضى نفسيا اختطافها تمهيدا لاغتصابها، حيث قام بتحويلها إلى أحد المنازل، لكن تفطن الجيران وأين قاموا بإحباط مخططه. وعلى إثر ذلك تدخل عناصر الأمن الحضري التاسع، حيث تم توقيف المشتبه فيه. وحسب مراسل قناة النهار فإن العشرات من الناس تجمهروا أمام مقر الأمن الحضري التاسع مطالبين بتسليط أقصى العقوبات على الجاني، أين تم تحويل المتهم باختطاف الطفل من مقر الأمن الحضري التاسع إلى المحكمة. المتهم سيحال على وكيل الجمهورية أين يتم الشروع مباشرة في الإجراءات القضائية. المواطنون أيضا خرجوا في مسيرة عفوية من حي بعقال نحو المحكمة مطالبين بالقصاص. هذه بنتي جيهان في عمرها 7 سنين، تعدى عليه تسمى سرقها واحد يقولوا مختل عقليا، داروا له خبره قالوا بلي صحيح، فهمني صحيح. هذه قضيه تبيع في الحبوب، قضيه كذا امور درك، مش قضيه بنتي برك، هذه قضيه راي عام، قضيه كارتي كامل، قضيه تبيع في الحبوب، قضيه يشربوا في الشراب، يهزوا في السلاح، قضيه كارتي ولات كولومبيا مش كارتي. هذه الحادثه صارت على البارح على الوحده، وهذه قضيه باش تعاود تعني هال لو كما فقولهاش الجيران، لو كما فقولهاش الجيران، والجيران اللي كسروا خرجوا في حضور الشرطه كان دار حوايج ممكن لحد القتل. حنا شنو نطالبوا؟ نطالبوا تحقيق العداله. دخلني للدار، حكمني على يدي وتكاني على الكنبي وجبد لي الموس. منعتني جارتنا. والجيران. ودركا راني مع بابا والناس. مع بابا والناس. والآن نربط الاتصال مع عبد الكريم ماروك رئيس مجلس الشعبي الب